وحشتيني قوي يا أر. أنا حاولت ما أتأخرش عليكي بس أنتي ساكتة ليه يا حبيبتي؟ أنا طبعاً مقدر مشاعرك. أنت جاي ليه يا يحيى؟ كبرت يا رمزي. كلنا كبرنا يا يحيى. جيت ليه؟ جيت عشان أشوف البنات. آه طبعا. ممكن بلاش النهاردة؟ أروى هي اللي كلمتني وقالت لي تعالى. نادية ملهاش ذنب تشوفك في يوم زي ده. أنا فاهم أنت عايز تقول إيه. أنا بقالي 12 سنة ما شفتش البنات. معلش يا يحيى عشان خاطري خليهم 12 سنة ويومين مش هتفرق. حاضر يا رمزي. حبيبتي كلميني وسلميني على البنات لحد ما أشوفهم. حقك على إيه؟ عن إذنكم. تشكر يا يحيى. ليه يا بنتي؟ ليه يا حبيبتي؟ الواحد مش مصدق إن اليوم ده جه والله. شوف أبوك عريس كده ومفرح بولاده. عمره عدى يا دكتور علي ودينا جوزنا أبوك. أنا أكيد بحلم. أكيد. عقبالك يا دوك. لا يا حبيبي انا هبتجوز ان شاء الله لما ابوك يبقى يخوينا. الله العظيم ده اللي ناقص. اه والله. بتنموا بتقولوا ايه بقى؟ استنى بس كده. ابوك ممكن يخلف. طبيت يا ابني نادية هي اللي هتخلف. الله. ممكن بقى نفكنا من التفاهه دي ونركز. احنا عندنا اجتماع النهارده بالليل عشان الشغل كله هيبدا من بكره. تمام. جبت اللي قلت لك عليه؟ طبعا. ايه؟ هتعرف بيه. زي ما اتفقنا بالليل. ها تمام. انا مجهزه كام فكره كده بس محتاجين نيل. هي أرو فين؟ مش عارف ليه يا أرو. انا وهو كنا بنتكلم كل فين وفين. اليوم اللي انت جيت لنا فيه الصبح وبالليل كان قرايه الفاتحه لقيته فجاه بيكلمني ولقيت نفسي بقوله ان ماما هتتجوز. هو انت يا حبيبتي كنت متخيله ان ماما ممكن ترجع له؟ بابا متجوز. حتى لو مش متجوز يا حبيبتي متخيله ان ناديه ممكن ترجع له؟ لا. هو انت واخواتك تقدروا تعيشوا معاه؟ حبيبتي دي المده اللي انتوا عشتوها من غيره اكتر بكتير من المده اللي عاشها معاكم. طب اقول لك على حاجه، نيلي اختك ما تعرفوش، ما توعاش عليه. يعني ببساطه كده يعتبر غريب عنكم. واللي احنا قاعدين معاه ده ايه يا خالد؟ مش غريب؟ على الأقل ده أبونا. أبوكوا سابكوا ومشي وما فرقش معاه أي حاجة. بس برضه هيفضل أبويا. آه أنا كده فهمت. فهمت إيه بقى؟ أنت عايزة تلوي دراعنا دي. هي اللي لوت دراعي أنا وإخواتي. آه فأنت تبوظي لها الفرح وتعكنين عليها. أنا أصلاً أول لما شفته أخدته بعيد علشان مش عايزة ماما تشوفه عشان مش عايزة أضايقها، مع إن هو ده اللي أنا كنت عايزة أعمله بس مقدرتش. خلاص يا حبيبتي متزعليش نفسك، إخواتك عرفوا. بابا كده كده كان راجع، مجاش مخصوص يعني. أنا مش محتاج تقولي، أنا عارفه كويس، بيعملش حاجة لأي حد. مش عايزة أسيب ماما. حبيبتي أنا فاهم كويس أنت عايزة إيه، بس كنت اصبري شوية، على الأقل كنت تعرفي هترتاحوا معاه ولا مش هترتاحوا. خلونا كده كده مش مرتاحة، ولا مرتاحة أنا ماما اتجوزت، ولا مرتاحة أنا بابا رجع. عايزة أخد إخواتي وماما ونرجع البيت. أنت برضه ما كنتيش مرتاحة يا أروى، تخيلي. مفيش حاجة يا حبيبتي.
يلا كده نفرفش وندخل الفرح. يلا. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه. أخيرا هدوء. هدوء جميل. نفسك في ايه يا نادية؟ نفسي في ايه؟ عمري ما حد سألني السؤال ده. لا انت بعد كده عملي حسابك هتسأليه كتير جدا. قوليلي بقى نفسك في ايه؟ نفسي في ايه؟ نفسي اصحى الصبح وما يبقاش ورايا اي حاجة وما عنديش اي التزامات، وتيجي بنوتة حلوة كده بابتسامة جميلة تقولي مدام تحبي تفطري ايه النهاردة؟ يعني انت امنياتك واحدة جدك الفطار؟ بقولك ما يبقاش ورايا حاجة، ما يبقاش ورايا اي التزامات يا حسن، دي عمرها ما هتحصل اصلا. وليه ما تحصلش؟ عشان انا ما بطمنش على البنات غير لما يوصلوا مدارسهم وجامعاتهم، وبفضل قلقانة طول اليوم لحد ما يروحوا، وبعد ما يروحوا افضل قلقانة، والطبيخ والغسيل والتنظيف والشغل خلاص ومشاكل انا غلطان. الشغل انا غلطان اني سألت. خلاص خلاص اوكي مش هنتكلم في الموضوع ده. ماشي. بص يا ستي دلوقتي احنا رايحين الاوتيل عايزين نروح كده عريس وعروسه، نسيب بقى المشاكل دي والهموم دي لواحده بس، وتسيب البطانيه دي والنبي بردانه يا حسن. في واحده تلبس بطانيه ليه دخلتها بردانه؟ الله. وبعدين كل حاجه حصلت بسرعه قوي، مش حاسه ان انا متجوزه. لا لا ما لناش دعوه حصل ومش حاسه، خلاص خلاص الكتاب اتكتب وخلصنا، يلا بينا على الاوتيل. تزعل مني لو قلت لك ان انا مش عاوزه اروح الاوتيل؟ لا مش هتضايق، بس اعرف ليه؟ قلقان على البنات؟ لا انا كده ازعل، انا اولادي متربيين جدا وهم في الروف. ايه اللي انت بتقوله ده يا حسن؟ ازاي بتفكر كده؟ دول ولادي، انا بس قلقان على البنات ان هم يباتوا اول ليله في بيت جديد لوحدهم. لا في دي عندك حق. اوكي انا ما كنتش عايز يعني فندق يعني، كان بس الفكره ان نبقى مع بعضنا في ليله حلوه زي دي. استمان نخلينا هنا نفتح بقى الاوردر ده. ده ايه الاوردر ده اصلا؟ ده رمزي اللي بعته بعد عشاء. قلت له لا هو اصر، مش عارف بعت ايه بقى السلام عليكم. عسلك اوكي. على فكره احنا ما محتاجينش للحاجات دي. انا مش مصدقه ان انت ورمزي بتتكلموا في الكلام ده. رمزي فلتان اصلا. رمزي ده طيب وعسل، بس هو فاهم يعني ان احنا بص عارفه الجمبري والحاجات دي احنا نديها فسفور ولا مؤاخذة. ده كلام باشمهندس محترم؟ لا مش كلام، فعل وغلاوتك. ما تحترم نفسك يا هندسه، الولاد حوالينا. يا مين كل واحد يقصر كلامك كمان. هو ما دام مش فارق معاك بتاكل بفجع كده ليه؟ عشان جعان؟ انت مش محتاجه تعملي اي حاجه، انت قمر اصلا. ومين قال لك اني بعمل حاجه؟ انا بشوف كده في الافلام على طول ان الست تخش الحمام تقعد لها شويه كتار وتطلع زي القمر يكون العريس راحت عليه نومه، بس ده مش هيحصل. ايه ده؟ روبيا ناديه؟ روبيا حسن. ماشي ما علينا. كنت بشيل الميك اب والمهرجان اللي كان فوق دماغي. في حاجه تانية؟ لا مفيش حاجه تانية. ولا حاجه ثالثه؟ حاجه رابعه؟ احنا ليلتنا اخر شقاوه. عيب يا باشمهندس، احترم نفسك. ايه الكلام ده؟ هو ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ لا 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 ست المديره دي ما تبقاش هنا، ما تدخلش من الباب ده اصلا. ايه ده مين؟ مامي تعالي. في ايه؟ انا خايفه انام في الاوضه. ليه؟ عايزاكي تيجي تنامي جنبي، كل اخواتي قافلين عليهم الباب. ماشي حبيبتي روحي اوضتك وانا جايلك. ماشي.
معلش بقى يا باشمهندس، خلي الشقاوة الليلة تانية، تصبح على خير. دينا يوديك طول العمر يا باشمهندس. خسرت فلوسك يا رمزي. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.